ليلها كنهارها مع نهى سعدي والأستاذة اعتدال إدريس. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مستمعين مستمعي ألف ألف أف أم الموجة السعودية، مستمعي برنامج ليلها كنهارها، مستمرين معاكم. طبعا وقفنا الحلقة اللي فاتت أمس عند تدوين الحديث، كيف تدوين الحديث، كيف بدأ التدوين. أكيد نبغى نعرف كمان كيف الفكرة، يعني من فين كان ممكن تيجي فكرة زي هذه في التدوين في هذاك الزمن، لأنه الآن الواحد يمسك جواله على طول يسجل النقطة اللي يبغاها. أستاذ اعتدال إدريس، أنا معكم نهى سعدي، أهلا وسهلا. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا فيكم في حلقات جديدة من ليلها كنهارها. نسأل الله أن يتقبل منكم منا ومنكم صالح الأعمال، ويرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في النية والقول والعمل. يعني سبحان الله العظيم، كانت في الحلقات الأولى كنا بنتكلم فيها عن السنة وعن أهميتها، وعن يعني هنا كان ملخص، يعني احنا كل فترة حنسوي لكم ملخص لما سبق علشان تبدأ يعني كل إنسان يربط مع الحلقات السابقة. كنا بنتكلم عن السنة، أهميتها، إيش الفرق بين التشريع والشريعة، وكيف السنة وإيش حجيتها، وكيف السنة تعين القرآن، وكيف إنه بعض الأحيان السنة لوحدها تكون شرع لوحدها، تدينا أحكام. وذكرنا بعض النماذج للأحكام اللي جات في السنة وما هي موجودة في القرآن، وبنرد على شبهات اللي الناس بيقولوا، بعض الناس وليس الناس كلهم، بعض الناس اللي هم يسموا القرآنيون اللي بيقولوا إنه لا ما نأخذ غير في القرآن. وذكرنا الحديث اللي هو حق الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا رجلا شبعان متكن على أريكته، والأحاديث اللي تقول إنه الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن والوحي، وكل هذه الأشياء كلها كنا تكلمنا عنها. تكلمنا بعد كده في الحلقات الماضية أيضا عن كيفية إنه كيف الصحابة كانوا يتقبلوا ويروا الأحاديث، كيف يروها، فقلنا إنه كانوا يتحرزوا عن إن رواية الحديث، واللي كان متقن كان يروي بكثرة. وتكلمنا عن أبو هريرة وكيف كان يكتب ينقل الحديث ويكتب، مع أنه أسلم متأخر، بس نظرا لي يعني دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو لما انفرش رداء وضمه فقال ما نسيت شيئا قط، فكان أكثر المكثرين في الرواية الحديث. يعني يقولك سبحان الله العظيم، في سبعة من الصحابة اللي هم أكثر الناس رواية للحديث. يعني مثلا عندكم أبو هريرة اللي هو عارفين، عبد الرحمن بن صخر الدوسي روى 5374 حديث. عبد الله بن عمر بن الخطاب روى 2630 حديث. أنس بن مالك اللي هو خادم الرسول صلى الله عليه وسلم روى 2286 حديث. عائشة رضي الله عنها 2210 حديث. عبد الله بن عباس روى 1660 حديث. جابر بن عبد الله روى 1540 حديث. أبو سعيد الخدري، وأخذتوه في الحديث زمان، شوفوا هذول الأسماء كلها اللي قلتها كانت بتجيكم أحاديثها في الابتدائي وتحفظوا الروايات حقهم. أبو سعيد روى 1100 حديث، هذول أكثر السبعة يعني رواة في الحديث. من منهج الصحابة إنهم يتثبتوا في قبول الحديث. يعني إيش تثبتوا؟ يعني تأكدوا لما يجي أحد يروي حديث، طيب يقوم إيش يحط، حاطين ضوابط عندهم ليه؟ علشان ما يصير أي يعني تحريف أو زيادة أو تغيير على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة، فكانوا يعني مثلا من سيرة أبو بكر الصديق إنه كان يحتاط في قبول الأخبار، فيعني أي أحد يروي له حديث لازم يجي أحد تاني وتأكد إنه فعلا سمع الحديث دا ورواه، ولا الكلمة هذه قالها. يعني مثلا في اللي هو ميراث الجدة، في واحد اسمه قبصة من الذؤيب، الجدة جات إلى بوكر تلتمس أن تورث، يعني تبى تورث، فقال لها ما أجد لك في كتاب الله شيئا. يعني هو عادة إيش الجد ماله. طيب يعني عادة مين مثلا إذا الأب توفى فعنده أم وعنده أب وعنده زوجة وعنده أولاد، اللي حيرثوا أمه وأبوه أزواج وزوجته وأولاده وبناته، الجدة ما لها. فقام قال لها ما علمت أن رسول الله ذكر لك شيئا. سأل الناس، فقام المغيرة وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس. فقال له إيه، هل معك أحد يشهد هذا الشيء؟ فواحد اسمه محمد بن مسلمة شهد له بذلك، فأنفذ لها أبو بكر الصديق هذا الأمر. فهذا فعل ده للتثبت
علشان انه تثبت فيه. فدائما تجد الصحابه وفي طبعا قصص زي كده كثيره، حتى عمر بن الخطاب يعني ما احد يقول له شيء ولا هذا. فمثلا زي عندك يعني حادثه عن ابي سعيد الخدري قال: كنت في مجلس من مجالس الانصار، جاء ابو موسى كانه مذعور، ابو موسى الاشعري خايف يعني كانه مفجوع، فقال: استاذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. فقال: ما منعك؟ يعني عمر بن الخطاب قال له: لما استأذنت علي ثلاثة ليش رجعت هذا؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا الآن يذكر الحديث: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. عمر بن الخطاب هنا: لا طبعا، فين انت قلت الحديث ده؟ انا ما سمعته ولا عرفت. جيب اللي يشهد معاك ان الرسول قال كده. قال له: ايه والله لتقيمن عليه ببينة. جيب لي البينة هنا. امنكم احد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيكم احد سمعه؟ فقال ابي بن كعب: والله لا يقوم معك الا اصغر القوم. فكنت اصغر القوم اللي هو ابي بن كعب، فاخبرت عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فقال عمر لأبي موسى: إني لم أتهمك، أنا ما اتهمتك، ولكنني أحببت أن أتثبت. أتأكد. يعني حتى علي رضي الله عنه كان برضو نفس الشيء، لما ننقل له يبدأ يتأكد منه، فكان هذا يطلب شاهدين تانية علشان تصير الأحاديث عندهم ثقة. فكانوا يعني حتى لما يجي الحديث يعرضوه على نصوص الوحي، على القرآن، القرآن والسنة، يعرضوه عليها هل الحديث ده صح ولا لا. عشان كده لا يجي أحد الناس يقعد يتفلسفوا: لا 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 الحديث ده ما تأخذوا منه، لا لا يا جماعة، ترى الحديث اللي عندكم المكتوبة لما نكتب حديث ضعيف أو حسن أو صحيح أو شيء، ترى أعرفوا أنه ما نكتب لكم على الفاضي، اتكتبت لأسباب أكيد، يعني هي اللي تريحكم المفروض. درسوا فيها ده، حتى كانوا الأحاديث يروها بلفظها، ولما يكون في زيادة فيقولك شك الراوي أو قال هكذا أو قال هكذا، يعني اختلف اللفظ أو الطريقة. أيوة، حتى في الحديث كله سبحان الله العظيم. ليه؟ لأنه كانت عندهم يعني قوة حافظة وقوة ذاكرة. التابعين اشتغلوا نفس الشيء في هذا الأمر، نفس الشيء بدأوا فيه، وكانوا يهتموا فيهم ويراعوا أحوال المحدثين ويشوفوهم حتى لما كانوا يحدثوهم. من الأشياء اللي احنا لازم ننتبه لها في عصرنا الحالي ده، إنه لا نحدث الناس إلا بما يعقلون. يعني في أحاديث، طيب لا تقولها للعامة لأن العامة ما حيفهموها الآن. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ خاطب الناس على قدر عقولهم. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حتى في أبسط الأمور بالاعتدال، يعني حتى في المواضيع العادية واليومية. نعم، لو كلمتي أحد بلهجة حتى بس غير لهجته، نعم نعم، أو كلمتي في موضوع مثلا أكبر من، خلينا نقول، مستوى فكري أو تعليمي أو أي. أو حتى تربوي، يعني مثلا بتقولي له إحنا مثلا هذا المفروض أنت تعمل فيه كذا أو في هذا تعمل فيه كذا، بس هو ما هو متربي على كذا أو متعود، حتلاقي شخص مرة ما بيفهم، وحتلاقي شخص فجأة تحول لعدو. أيوة، فجأة زعل. عشان كده الفتاوى اللي بتطلع بعض الأحيان، في بعض الفتاوى ما هي حقة العصر ده ولا حيفهموها الناس، فالمفروض انه ما تنقال للعامة. ما هو كل شيء، قد يكون في حديث في ظروف معينة، لو لما انت بتفهم الحديث ده لازم تفهمه وفق أشياء تانية، وفق أحاديث تانية، لازم تعرف الناسخ في ده والمنسوخ في ده، وإيش معنى اللغة العربية في ده، وإيش معنى الكلام في ده. ما المفروض ما يتقال. يعني الآن والله من الفتن اللي يعني بيتعرض ليها الإسلام، إنه في ناس علماء وفعلا من علامات الساعة إنه يقبض العلم. إيش يقبض العلم؟ بموت العلماء، فيطلع علماء ضالين مضلين يفتون الناس بغير علم. فتجدي يعني أنا ما بدي أقول الفتاوى اللي انقالت لأنه ما هو مكانها هنا، ولا بدي أثير بلبلة ولا بدي أثير شيء، بس في بعض الفتاوى طلعت للأسف أثيرت حولها ضجة كبيرة وأثيرت شبهات كثيرة حولها، وللأسف انضرب الإسلام فيها. لكن لو جاء الله يصلح ويهدي اللي قال الفتوى هذه، هم قد يكونوا علماء وأفضل مننا وأحسن مننا، بس ما هكذا تورد الإبل. المفروض أن دي الأشياء ما تنقال لأنه مو مكانها هنا،
ولا زماننا هنا. الآن في وسائل التواصل الاجتماعي، في سرعة انتشار المعلومة، المعلومة لما بتنتشر الآن بتنتشر بسرعة انتشار النار في الهشيم، والله وأكثر من كده. طيب وصلتك مثلا، وصلتك المعلومة أنت يا نهى، نفترض وصلتك، وأبسط مثال البرودكاست لما تجيك وكلها كذب بعض الأحيان، ومن علامات الساعة يكثر الكذب ويعم، ما عاد صرت تصدقي شيء. صح، يقول لك والله هذا منظر لعمارة انهارت في فلان في مكان فلان، يا أشوف الشيء بعيني إيه؟ يا إما شكرا. هو ده، حتى لو لا حتى لما تشوفيه في عينك، تشوفيه في عينك، ما انت بتشوفيه في الجوال بعينك يا نوى. ولا لو انا حضرت اكون حاضر، نعم احد اعرف احد أيوة. احد ثقة، لانه فعلا بيجيك مثلا منظر تشوفيه تقولي والله نقول لك عمارة طاحت ما ادري ايش من عارفة، تجي بعدين تلاقيه في محل تاني ما هي في المكان ده، فصارت شبهات. شبهات، فما بالك لما تجي شبهات الدين. فمو كل إنسان ينقل له أي حاجة، مو كل إنسان ينقل له أو تنشر الأحاديث كلها. أنشر الأحاديث اللي في أشياء تصير بفتنة بلبلة، ما فيش داعي الناس يعرفوها، خليهم يعرفوها طلبة العلم اللي يستطيعوا نتناقش فيها، أما العامة فليس لهم داعي أنهم يعرفوها. هذا كان منهج الصحابة ومنهج التابعين في التثبت في رواية الحديث. طبعا انتشر العلم، عندكم العلم كان منتشر في المدينة ومنتشر في مكة، منتشر في الكوفة، وصل بلاد الأندلس. الصحابة ولما انتشروا في البلاد كلها فبدأوا يحدثوا، التابعين انتشروا انتشار الإسلام في كل مكان، وصل لأذربيجان، أذربيجان تعرفوا فين؟ عند روسيا هناك وصل الإسلام هناك، فتحت الأندلس، انتشر فيها الإسلام، انتشرت الأحاديث فيها، بدأوا في ناس كثير يطلعوا شيوخ. طيب هدول الشيوخ صاروا يرتحلوا في طلب العلم. اختلفت كثير فعلا مننا، يعني عندنا الآراء أنه أقرأ هذا الشيء، أشوف هذا الشيء، وللأسف لما بنيجي نلجأ أو نسأل بيكون إما للإنترنت إما لصديق. في كمان توجه حنعرفه خلال الحلقات في برنامج ليلها كنهارها، توجه أفضل، مكان أأمن إنه الواحد بس يكون قلبه مطمن، لأنه هو أكيد إنه الواحد هذا اللي بيدور عليه. نطلع فاصل مستمعينا، خليكم مع السماع. ليلها كنهارها مع نهى سعدي والأستاذة اعتدال إدريس. مكملين معكم مستمعينا في برنامج ليلها كنهارها، أستاذة اعتدال إدريس وأنا معكم نهى سعدي. بنتكلم عن حتى كيف انه احنا نرجع لمين في هذا كله، بس خلينا ناخذها نقطه نقطه. نعم، كنا بنتكلم عن انهم كانوا يرتحلوا في طلب الحديث. احنا الان يعني شوفوا النعمه ترى اللي احنا فيها جالسين. ترى انت الان تبغى تتعلم شيء، تبغى شيء تقدر تفتح على عمو جوجل وتفتح عليه وعلى النت، على المواقع، تجيك في مواقع ثقه زي الدرر السنيه، اسلام اليوم، فتوى الاسلام، في موجود اشياء كثيره، صيد الفوائد، في مواقع سليمه جدا انك انت تدخلها وتتعلم منها. يعني زمان، طيب حتى وقتنا احنا كانت الكتب. الآن قل لي فين الكتب؟ يعني من جد قلة اللي هم بدأوا يقرأوا كتاب، وفي ناس يحبوا الكتب، لكن معظم الآن الجيل هذا جيل المستعجل، يبغى المعلومة موجودة قدامه، ضغطة زر بتجيله. كانوا زمان علشان ينقلوا لكم هذه الأحاديث كانوا يرتحلوا فيها من مكان لمكان علشان يسمعوا واحد حديث بس يتأكدوا منه. يعني الحسن البصري رحل من البصرة إلى الكوفة عشان يسأل كعب بن عجرة عما افتدى به عندما حلق رأس في عمرتي عام الحديبية لما آذاه رأسه. هذا كعب بن عجرة إيش قصته؟ اللي هو لمن شو اسمه هذا؟ ما عندكم الآية وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. طيب ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالآية دي نزلت في مين؟ في واحد اسمه كعب بن عجرة. كان القمل عنده منتشر مرة كثير، آذى القمل في رأسه. تعرفوا زمان سبحان الله عظيم، هو زي دحين مستوى النظافة مستوى اختلف، فكان يؤذيه. فرسول صلى الله عليه وسلم مر به فقال له آذاك هوام رأسك يا عجر يا كعب؟ قال نعم يا رسول الله. طبعا ما عنده رسول صلى الله عليه وسلم يقول له انه احرق رأسك ولا شيء، لانه طبعا القمل كيف حيروح؟ احنا مو حريمان الرجال، احرق رأسك وخلاص حيروح القمل، لانه بيجي في الشعر وبعد كده ننظف فروة رأسك. فنزلت الآية اللي هو فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الحسن البصري ارتحل من البصرة إلى الكوفة عشان يسأل هذا الرجال إيش الفدية اللي أنت سويتها.
تخيلوا الرحلة دي كلها علشان إيش؟ عشان يعرف واحد حديث، عشان لما يجي يعني يقول الحكم فيه يقوله هو متأكد. فلما نقلوا لكم الأحاديث دولة ما هم يعني سبحان الله العظيم اللي بيقولوها أي كلام كده، يعني واحد اسمه مكحول الدمشقي، هذا من يعني من اللي رموا الأحاديث ونقلوا الأحاديث، قال كنت عبدا بمصر لامرأة من بني هذيل فاعتقتني، كان عبد، فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى. يعني قعد في مصر ما ترك علم فيها ولا حديث إلا حوى عليه وأخذ كله. ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى. ثم أتيت العراق فما خرجت منها. ثم أتيت الشام فغربلت. فتخيلي كانوا ينتقلوا من مكان لمكان وكانوا ينشروا فيها السنة وفيها ينشروا فيها هذا. طبعا اللي قعد 40 سنة، يعني عندك مثلا يحيى بن معين، هذا كان عالم في الجرح والتعديل. إيش يعني الجرح والتعديل؟ وهذه كمان لازم نفهمها، إيش يعني جرح وتعديل؟ إيش علم رواة الرجال؟ لما كثر الوضع، طبعا هو بدأ تدوين السنة رسمي كده في عهد عمر بن عبد العزيز. لما بدأوا إنه في بعض الوعاظ ولا القصاص ولا الكذابين يحطوا الأحاديث، صاروا يقولوا لهم سموا لنا الرجال اللي أنتوا قلتوا عليهم، قلتوا منهم. طب وريني الرجال. حتى يعني من ضمن القصص اللي قرأتها إنه أحمد بن حنبل وواحد تاني معاهم، يقول لك جلس واحد في المسجد يقول سمعت أحمد بن حنبل وأظن يحيى بن معين ولا مين إنه يقول الحديث كذا كذا. أحمد بن حنبل يقول أنا ما قلت الحديث ده. فجاءوا قالوا له أنت من فين سمعت الحديث ده؟ قال من أحمد بن حنبل سمعته. فقالوا أنا أحمد بن حنبل ولا ما أقول هذا الحديث. طيب فهنا بدأوا كثير هذا الحكاية يعني فش فشالة. فهنا قعدوا لهم فيها إنه خلينا نشوف الرجال. طلع اسم اسمه علم الجرح والتعديل أو علم الرواة أو علم الرجال. يعني إيش ده العلم؟ يبدأ ويفصفص السلسلة حقت الحديث. طيب يعني مثلا عن فلان، عن الحسن البصري، عن مكحول، عن اللي هو العنعنة يسموها. طيب عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلسلة هذه يبدأ ويمسك كل واحد يفصفصه فصفصة بنت ايه. عشان الحديث لما ينقال انه حديث صحيح، عشان واحد جلس يحب يفتي في الاخر. هو ده. يعني مثلا تعالي يا نهى انت فين عشتي، في اي عصر وفي اي مدينة، ايش الرحلات اللي رحتيها لطلب العلم، كلها مكتوبة في علم الجرح والتعديل وعلم الصحابة وعلم الرواة، هذا كله مكتوب، وفي صفوة الصفوة كلها مكتوب، عاش في الفترة الفلانية، هو فلان ابن فلان، نهى كذا 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 كذا. طيب في اي عصر عاشت، فين، في اي مدينة، فين ارتحلت، مين شيوخها، طيب كيف حفظها. شوفي كانوا يعتمدوا على الحفظ أكثر من الكتابة. يعني أتوقع لأنه رسختيها في بالنا الفكرة هذه في الحلقات اللي فاتت أنه إيه؟ قوة الحفظ يعني قيمته. وبعدين يقول لك إيه الكتابة ممكن يضيع منك كتابك. طب إيش دران الكتاب هذا، أنت فعلا حقك ولا روح أخذ وزور فيه. أما حفظك أنا من عقلك أنت سمعته، صح، من حفظك أنت. أما الكتابة عشان كده كانوا يعيبوا على من يستخدم الكتاب أكثر من حفظه، يعيبوا عليه. تخيل ما لو جوا عندنا نيش يسووا، أظن ولا يعترفوا بينا طلعتي أيوة ما يعترف، لأنه فعلا الكتاب يقول لك أنا إيش دران الكتاب، قد يضيع. وبعدين قد يضيع كتابك فيضيع علمك. لو كتابك ضاع خلاص علمك راح، لكن لما يكون حافظ يلا يصير الشخص لو معتمد على الكتاب يصير هو نفسه ما له قيمة، هو أيه؟ قيمته تروح. نعم يسموها ضبط الصدر وضبط اللسان وضبط الكتاب. شوفي ضبط الصدر اللي هو الحفظ في الصدر، وضبط اللسان الكلام اللي بتقوله أنت، وضبط الكتاب اللي هو هنا. هذه الثلاثة الأشياء الضبط اللي هم يستخدموها مع بعض الثلاثة دي. فهنا ابدا يستعملوها دي، ابدا يشوفوا علم الجرح والتعديل، ابدا يشوفوا مين فلانه دي، فين قعدت، فين شافته هذا. طيب تعالي اقول لك، يجي لما نبدا يكتبوا فيه عشان يعطوك المراحل، لما خلاص يدرسوا ده الانسان لازم يكون في عنده اشياء علشان يكون الحديث متواتر طيب او صحيح. في عندهم شروط. ايش الشروط؟ يقول لك اول شيء يكون هذا سليم،
سليمة ما عنده بدعة، عقيدته سليمة، مسلم عاقل طيب بالغ، مع أنه قالوا ممكن نأخذ من الأطفال بس لو بعد ما بلغوا نفس الحديث اللي قالوه قبل ما يبلغوا فممكن نأخذ منهم. طيب يقول لك إيش عنده العدالة. إيش العدالة؟ اللي هو ما يكذب أبدا، لو لقوا عليه واحدة كذبة خلاص تنزل مرتبته، ما يأخذوا منه الحديث. أيوه يعني خلاص انتهى. أيوه. طيب ويقول لك كمان في شيء، وهذا مرة شيء يعني غريب وعجيب، يسموه خالي من خوارم المروءة. إيش يعني كلمة خالي من خوارم المروءة؟ تعرفي إحنا لما بنقول الزوج والإتيكيت، طيب فهنا لو جاء أحد سوى مثلا شيء، تعالي أقول لك يعني عندك، تخيلي واحد خارج ببيجامة أخلاقه حلو يعني، لا مش أخلاقه حلوة، اللي ما يسوي الأشياء اللي تخل بالمروءة. طبعا الإخلال بالمروءة زمان إحنا بنقول عادي، تعالي أقول لك دحين لو واحد نزل ببيجامة البيت ولا بجلابية البيت برا في الشارع، وهذا في ناس بينزلوا بس منظر مستهجن، صح ولا لا؟ صح، يعني منظر غير مقبول انك انت تنزل 100%. بهذا. طب تعالي واحد لابس شورت، طيب ممكن يلبس شورت في البحر براحته، بس رابس شورت ورايح لمثلا مقابلة اجتماع. رسمية لاجتماع، يعني هذا منظر مستهجن، صح ولا لا؟ صح، ما هو منظر حلو، نقول له انت خرمت المروءة، هو يقول لك انا ما سويت شيء حرام. صح، ما سويت شيء حرام بس منظر مستهجن. فكانوا يقول لك لو قعد فرش السفرة وقعد يأكل في الطريق يقول لك هذا خرم المروءة، ما يأخذه منه، ما 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 ينزل مرتبته في قبول الحديث، لأنه من خوارم المروءة أنك أنت تقعد تأكل في الطريق، يعني ممكن في رحلة ممكن ما في، لا ما عندهم، يعني شوف كيف النظام اللي كانوا ماشيين فيه قوي قوي. عشان كده لما إيجي بدي يقول لك السلسلة دي السلسلة الذهبية ولا السلسلة الضعيفة ولا شيء، تعرفي لما طبعا هذا الكلام بنقال لمين؟ لطلبة العلم اللي بيدرسوا هذا، وأنا لست منهم يعني، لكن مثلا تعالي أقول لك لو خرج واحد فيهم كاشف راسه من غير العمامة حقته، هذا خرم المروءة، ينزلوه، ينزلوا مرتبة حقته. هنا كثير بخرجوا كاشفين رؤوسهم عادي، يعني ما أقول لك كل حصر هذاك، بس يعني حتى المروءة يعني لها مقياس أكيد من جيل لجيل يعني. أي نعم، بس هم شوفي أقول لك يعني كيف كانوا حريصين ودقيقين جدا جدا في أنه ما هذا، يعني مثلا تعال أقول لك لو شافوا أنه بس بيماسك بيده كده وبيعطي الدابة حقته وهو ما فيها ما في يده مثلا عشبة ليها ولا شيء ولا حشيش بده يأكل الدابة، بهذا يقول لك هذا كذب على الدابة، فمن باب أولى كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، مش هاخد منه. السلام. نعم يعني هذه المعلومة يمكن أنا سمعتها أكثر من مرة، حتى مع الأطفال أن تناديهم أنه تعال أعطيك، فكتبت عليه كذبة. فهنا بيقول لك إيش إنهم عشان كده لما يجي يسموهم إيش يقول لك ثبت ثبت أو ثبت ثقة. طيب المرتبة اللي أقل منها ثقة، في مرتبة حجة، في مرتبة صدوق، شايفة هي مراتب، وفي مرتبة آخر في من المراتب يقول لك إيش شو اسمه هذا لا يؤخذ منه أو متروك الحديث أو اختلط عليه في آخر عمره. فلات ده عندي سؤال، تعلمينا إن شاء الله في خلال الحلقات كيف نتعامل مع هذه الأحاديث، صح؟ نعم. لما نقرأها أو نسمع، نعم، اللي هو الفرق بين هذا وهذا، وكيف نتعامل مع الضعيف، كيف نتعامل مع السلسلة الذهبية، كيف نتعامل مع هذه الأمور بإذن الله. هذا حيكون يعني كمان جزء برضو من الحاجات اللي احنا نطرحها خلال البرنامج ليلها كنهارها مع أستاذ اعتدال إدريس. أنا معاكم نهى سعدي. اللي تفوتوا حلقة تروح عليه حاسس انه في حلقة كده كانت بتربط المواضيع في بعض، يرجع على اليوتيوب على قناة ألف ألف أف أم، ومو بس برنامج ليلها كنهارها، كثير من برامج ألف ألف تلاقوها على قناة اليوتيوب. نقول لكم في مال كريم وانتبعوا لبعض، على أمل يتجدد لقاءنا فيكم بكرة بإذن الله في حلقة جديدة، خليكم دائما على السماء.